افتتاح جامع الجزائر سبب للمخزن حالة من السعار وحالة من الكلب على مواقع التواصل الاجتماعي. حد فيكم يا جماعه متضايق انه الجزائر افتتحت مسجد؟ يعني حد فينا شاغل دماغه ان الجزائر افتتحت مسجد يا جماعه؟ يعني المخزن شاغل دماغه يا جماعه ان الجزائر افتتحت مسجد؟ انت عارف المغرب فيه كم مسجد يا ابني وكم مسجد عملاق؟ وانتوا افتتحتوا مسجد هتوجعوا لنا دماغنا كمان؟ يعني انتوا افتتحتوا مسجد حاجه تخصكم انتوا برضه هتوجعوا لنا دماغنا؟ وصلت الى درجه يعني انه ولا الجنون نتاعهم الهبال نتاعهم ولا واضح للجميع. انا مش عارف يا جماعه حد فينا اتكلم، انا مش قادر افهم والله. حد فينا جاب سيره يا جماعه؟ حد فينا اتكلم؟ هو انتوا ليه تفتتحوا مسجد في الجزائر وتطلعوا تتكلموا برضو على المغرب؟ انا كده ما اعمل اي حاجه اتكلم على المغرب على طول. المغاربه غيرانين مننا ليه؟ غيرانين منك ليه؟ افتتحت مسجد، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يكرمك يا حبيبي، بس احنا مالنا برضو؟ ما تتكلم عن نفسك يا ابني. الراجل ده او القطه دي اتكرمت قبل كده في الجزائر، اتكرمت، عملوا لها تكريم. كوكب لالا يا جماعه، لنا الله في كوكب لالا. يعني بناء مسجد يا حبيبي مش هو اللي يخليك تتفوق على المغرب. عارف التفوق في ايه؟ في العلم مثلا. بصوا مثلا لما مذيع في كوكب لالا مشي يسال برلمانيين هناك كوكب لالا، ها ايه معنى التضخم؟ بصوا عملوا ايه. صراحة اسمه التضخم في الاقتصاد، ما هو التضخم؟ نظن باللي على باين على التضخم حاجه كي تكون ضخمه. نعم التضخم هذه هي التضخم. ساعتك بيبقى حاجه تكون ضخمه، يعني التضخم ممكن يبقى طياره مثلا، ممكن يبقى الهرم تضخم، اي حاجه ضخمه ساعتك. الله انت بتقول ايه يا جدع انت؟ التضخم يعني حاجه ضخمه؟ انا احب اضيف انها فوق انها كانت رقاصه، انها كانت بترقص. يعني ايه التضخم حاجه ضخمه دي؟ ما هو التضخم؟ التضخم هو 5.8%. ايه ده، في احنا في حصه ماث ولا ايه؟ التضخم هو 45 على 13 52.6. 52.6 استاذ ايه هو التضخم؟ التضخم 4 على 3 في 22. سيبني في حالي بقى، بلاش الاسئله الرخمه بتاعت اهلك دي. ها التضخم الاقتصاد يعني كله التضخم، ما هو التضخم؟ نعم نعم ما هو التضخم؟ التضخم في الاقتصاد هو على كل شيء راك شايفه. ونتمنى ان شاء الله، نتمنى ان السيد وزير الاول وكل طاقم الوزاري ياخذ من الاعتبار الشيء اللي ده. في ايه حضرتك دخلت في موضوع تاني خالص؟ هو بيقول لك ايه التضخم؟ قال له انا بتمنى ان شاء الله انه عيد الميلاد بكره يحضروا فيه ناس كتير، عشان انا بس ما بحبش الفراغ. يا استاذ ايه رايك في التضخم؟ والله انا شايف انه سمك التونه بيبقى يعني افيد من السمك المقلي. دخل في موضوع تاني خالص، قال له التضخم ده الراجل ده بيقول لي ايه الاسئله الغريبه اللي بيسالها لي دي؟ راح مكلمه في موضوع تاني خالص. لا حول ولا قوه الا بالله، لنا الله في كوكب لالا. هو التضخم؟ التضخم هو طالع. التضخم طالع يا استاذ. ما هو التضخم؟ التضخم طالع، احنا كلنا طالعين. انت مكانك مش هنا، انت مكانك فوق. فوق فين؟ التضخم طالع فوق، فانت اطلع معاه بقى. يا كوكب لالا مالكوا فيه يا جماعه؟ اقسم بالله ده فيديو تاريخي، الفيديو ده تاريخي يا جماعه والله. طلع يقولك المغاربه غيرانين مننا ان احنا بدينا مسجد. يا راجل بص انتوا بتقولوا ايه يا راجل، بلاش كلام فارغ. قال له ايه هو التضخم؟ قال له التضخم طالع. طب لا نازل بقى، ايه رايك بقى؟ احنا خارجين يا ابني، التضخم طالع ايه ومش في ايه يا جماعه؟ مالكوا في ايه؟ شو التضخم؟ ايه بالنسبه للتضخم، احنا ما اعتمدوش غير على البترول، كاين مصادر اخرى مثلا كالفلاحة اللي هي ممكن. محدش قال حاجه مفيده يا جماعه، محدش بيرد على الموضوع يا جماعه. يا جماعه حد يجاوب الراجل، ايه هو التضخم؟ قال له التضخم احنا بقى بنعتمد على البترول. ايه يا ابني هو مالنا بالبترول؟ احنا بنسالك ما هو التضخم. قال له احنا نعتمد على الفلاحه، اذا مش عاجبك البترول نشوف الفلاحه. انا حطيت لك اختيارين وانت اختار انت بقى. اخوانا حد يجاوب اجابه منطقيه، حد يجاوب اجابه صح. في ايه يا جماعه؟ لنا الله في كوكب لالا. هو ده اللي بتتكلم على المغرب انه غرام منك؟ ها وعنده سلاح الطاقه وعنده سلاح الاستخباراتي وهذه الادوات التي تستخدم بها الجزائر تقليديا يعني، وايضا هي قوة عسكريا مهمه جدا في المنطقه. على الورق الجزائر عسكريا، على الورق الجزائر اقوى عسكريا من المغرب، لكن نعرف اليوم ان في القرن 21 ليست فقط القوة العسكرية التي تحسم الامور. الثقافة والدراسة والعلوم والصناعة والاقتصاد والسياحة، كل ده بيغير موازين القوة، مش بس انك تجيب طيارتين ودبابتين تبقى انت قوي. فهو بيقول كلام منطقي جدا انه الجزائر على الورق بتعداد الامكانيات العسكريه، الجزائر عشان شغاله على الموضوع ده من سنين، فهي ممكن تكون بالارقام في ارقام الاسلحه القطع اكتر من المغرب. ولكن مش ده بس اللي بيثبت القوه، القوه الاقتصاد. ها الاقتصاد ده مهم جدا، والمغرب اقتصاديا 78 ضعف الجزائر.
حاجات كتير قوي يعني، السياحة، البنية التحتية، الإمكانيات، التصدير، الاستيراد. المغرب بيصدر لبريطانيا، يعني المغرب ممكن يلوي دراع بريطانيا، يمسك دراع بريطانيا كده يقول لها أقعدك في الضلمة، ده المغرب. وانت طلع تقول لي ان المغرب غيران منك عشان انت بنيت مسجد. يا راجل يا راجل، ربنا يديك يا عم على قد نيتك وتبني المسجد وربنا يدخلك الجنة، بس احنا ملناش دعوة، ما تجيبش سيرتنا. لنا الله في كوكب لالا. حد فيكم يا مغاربة غيران ان هم بنوا مسجد؟ لنا الله في كوكب لالا. بجد يا جماعه، انا عمري ما شفت كده في حياتي، ولا عمري شفت ناس يعني. في شخص كده صديق ليا مغربي غالي عليا جدا قالها لي من كام يوم، قال لي بص هم بنوا مسجد في الجزائر هيطلعوا يتكلموا على المغرب، وده اللي حصل فعلا. فعلا المسجد اتبنى وطالعين بيتكلموا على المغرب. على فكره ده حتى البوست اللي نزلوا فيه ان هم بنوا اكبر مسجد في افريقيا طلعوا بعد في التعليقات يقولوا المردوك. يعني بجد يا جماعه، فالكلام صح، هم بيعملوا حاجة عندهم هم تخصهم هم ويطلعوا يتكلموا على المغرب. عمري ما شفت في حياتي كده، ولا عمري هشوف في حياتي زي كده. القصة كلها انك انت بدل ما تحاول تقارن نفسك بالمغرب في حاجات انت لن تنجح فيها، شوف المغرب متفوق عليك في ايه، عشان العقدة النفسية اللي عندك ككوكب لالا من المملكة المغربية تشفى وتخف. بقى انت صعبان عليا، انت تعبان نفسيا، لازم تتعالج. الثقافة، السياحة، الاقتصاد، التاريخ، التعامل مع الغير، كرم الاخلاق، كل الكلام ده موجود في المغرب، مش موجود عندك. كل الكلام ده عند المغرب توب وكل الناس بتشهد بيه، ومش موجود عندك انت. الكلام ده انا لا بقوله مجاملة ولا بقوله تطبيل. ادخل يا باشا على اي بني ادم راح المغرب او اتعامل مع المغرب هيقول نفس كلامي. اتحداك انك تلاقي واحد طالع من المغرب بيشتم في المغرب ولا بيتكلم وحش على الشعب المغربي. شعب طيب وكريم ومضياف وبلد نظيف، انا كنت بمشي في الشوارع مبسوط بنظافتها. المغرب كويس وناجح وماشي لقدام. انت بدل ما انت رايح تبني جامع وتقول مغاربه غيرانين مني، روح شوف نفسك، شوف تقدر تعالج ايه عندك، شوف ايه النواقص اللي عندك عشان العقده النفسيه اللي عندك تتحل. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بالزاف. في كام تعليق كده اتكتبوا لي فيهم اسئله، يعني الناس بتسالني على حاجات، فالحلقه الجايه ان شاء الله هنزل اجابات الاسئله دي وارد على تعليق تعليق باذن الله. اي حد بيسالني على حاجه وشفت التعليق اكيد هدخل واجاوبه، وانتوا على راسي من فوق، انتوا عارفين غلاوتكم عندي. انا لو طول اقعد معاكم كلكم في مكان واحد واتكلم معاكم واتناقش معاكم، اقسم بالله اعمل كده. انا كان بغيكم بالزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعاده لنا الله في كوكب الله.